نعم، هذا كتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ألفه الشيخ الإسلام مجدد محمد عبد الوهاب في توحيد الألوهية الذي يسمى توحيد العبادة وتوحيد العبودية. فالتوحيد كما معلوم ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. موضوع الكتاب، كتاب التوحيد، هو توحيد العبادة، توحيد العبودية، توحيد الألوهية. وتطرق قليلا لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وإلا موضوع الكتاب هو ماذا؟ توحيد العبادة. ولذلك يطلق التوحيد بربه، التوحيد بأقسامه الثلاثة اللي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويقال التوحيد بربه توحيد العبادة وحده. فالآن الشيخ طبعا ذكر أبواب كثيرة مضت و أورد هذا الباب في هذا الكتاب، هو غير موضوع الكتاب لكن له صلة، لأن التوحيد كله توحيد، والله عز وجل استحق العبادة لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو مستحق العبادة لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو لذلك يعبد ويجب تجب عبادة وحده لا شريك له، بخلاف من ليس له أسماء حسنى ولا صفات على فعلى أي أساس يعبد؟ واضح؟ صدره هذا الباب بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طبعا باب الأسماء والصفات لتوسع فيه، ومن أجمل ما ألف ونحن بصدد القراءة فيه والحمد لله، الواسطية للشيخ سامي تيمية. الكتاب ذاك أكثر الوحدة تكلم فيها موضوع ماذا؟ الأسماء والصفات. صح تكلم على مسائل أخرى كما نحن بلغنا في كتاب الواسطية، أن أهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج وبين القدرية والمرجع، صح؟ لكن باب الأسماء والصفات هو الأكثر مما اشتمل عليه الكتاب، العقيدة الواسطية. الواسطية لأن نتكلم يعني باعتدال الوسط، ولا لماذا سميت واسطية؟ منطقة في العراق اسمها واسط، قدم منها ناس وسألوا ابن تيمية رحمه الله أن يكتب لهم في الاعتقاد، ففي عصرية واحد كتب الواسطية، رسالة لأهل واسط، هاي الآن تشرح بمجلد مجلدين، كاتبها الشيخ سام بعصرية، وأكثرها آيات، أكثرها آيات وبعض الأحاديث. الآن هنا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أورد أيضا بابا في الأسماء والصفات، صدره بقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه.